انضم الينا من رام الله اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للامن القومي. سياده اللواء اهلا بك على شاشه القاهره الاخباريه. اذا اليوم ما مدى الاختراق الامني لقيادات حزب الله واستهدافهم من قبل جيش الاحتلال؟ انا اول شيء مساء الخير اليك ولكل المشاهدين وضيوفك الكرام. مساء النور. يعني الموضوع اللي اليوم اغتيال مسؤول العلاقات العامة بحزب الله هو شخص يعني غير سري، شخص يعني دائما له اتصالات كاملة مع الإذاعات والمحطات والشخصيات الاعتبارية، فبالتالي هو دائما وأبدا على اتصال مع الجميع، والجميع يعرف مكانه وهو شخص يعني معروف. هلا عملية الاغتيال هذه هي تأتي ضمن سياسة نتنياهو، لأنه نتنياهو اعتبر انه اي اغتيال لاي شخصيه هو نصر له لحزب الليكود اللي بيمثله، فبالتالي لم يستطع تحقيق اي شيء على الارض، وانما ليخرج الى الجميع. الان انا اقتل يعني راس الشر او محور الشر، انا اغتال فبالتالي انا موجود. هذه السياسه نتنياهو هي يعني اولا في عمليه الاغتيال لا يريد تطبيق قرار 1701، لا يريد وقف اطلاق النار، يضرب بعض الحائط كافة القرارات الدولية وكذلك كافة الأطراف التي تقوم الآن تسعى إلى وقف اطلاق النار وتطبيق قرار 1701. ولكن سيادة هي ليست الشخصية الأولى التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، إذن هل نستطيع أن نقول بأن هناك اختراق أمني وتتبع لقيادات حزب الله؟ يعني لا استطيع ان اجزم ذلك انه هناك اختراق امني، ولكن اسرائيل تستخدم التكنولوجيا ولها يعني وهي متفوقه تكنولوجيا بشكل كبير، وتستطيع يعني معرفه اذا تنصتت بهذه التكنولوجيا على الاجهزه الاتصال، ونحن نعرف يعني اي شيء بالفضاء يعني غير امن، يعني اي مكالمه بالفضاء غير امن، فبالتالي من ناحيه عسكريه، فبالتالي اسرائيل هي تسعى تستخدم التكنولوجيا وتستخدم الذكاء الصناعي في عمليات الاغتيال اللي بتمارسها في لبنان أو في غزة أو في فلسطين، فبالتالي ولكن هذه عمليات الاغتيال يعني هذه عمليات جبانة من نتنياهو، لأنه هي يعني هذه العمليات يعني هو يريد منها وقف اطلاق، يعني يريد منها إنه إخافة الآخر أو ردع الآخر، ولكن بالنهاية حزب الله هذا حزب عقائدي، تركيب عنقودية، لا يعني لا ينتهي هذا الحزب بقتل شخص أو بقتل رئيسه أو بقتل أعضاء، لأنه هذا حزب يعني هناك، لأن هذه الحرب غير متماثلة، وما حزب الله ليس جيشا كإسرائيل، فبالتالي إذا قتل القائد ينهار الجيش، بالعكس في حزب الله عندما يقتل القائد هم يخرج قيادة جديدة، يخرج مقاتلين جدد، يحاولون دائما استثمار عملية الاستشهاد من في مقاومة الاحتلال في على كافة الأصعدة. بالعكس إسرائيل هي الآن يعني إسرائيل في رعب، أكثر من 80,000 مستوطن يعني يخشون العودة إلى الشمال، ومنهم أكثر من 70,000 منهم لا يريدون العودة إلى الشمال خوفا من صواريخ حزب الله، فبالتالي إسرائيل في مأزق، كان مأزق على الصعيد الداخلي ومأزق على الصعيد الدولي. على الصعيد الدولي أصبحت منبوذة دوليا، على الصعيد الداخلي هناك انقسامات، هناك انشقاقات في داخل الحزب، ولكن الشيء الوحيد اللي بوحدهم هو الخوف من الآخر، وهذا زرع نتنياهو، زرعت حكومة اليمين المتطرف الخوف من الآخر، بمعنى أنه نحن الآن أمام حرب وجودية، فعلينا جميعا أن يعني نتكاتف من أجل حماية إسرائيل وحماية أنفسنا. هذا الشيء الوحيد اللي هو نتنياهو يستغله ويستغل عواطف الناس من أجل تثبيت حكمه واستمراريته بالحكم. بالنهاية نتنياهو يعرف أنه في اليوم الآخر عندما تنتهي الحرب وعندما يتم وقف إطلاق النار ستبدأ محاكمته وستبدأ المحاكمات له، وأعتقد نتنياهو لن ينجح له ولا اليمين المتطرف في الأحزاب، لأن هناك صراع داخلي ما بين الأحزاب الإسرائيلية حول ماهية الحرب، حول ما آلت إليه هذه الحرب، هل حقق نصرا أم لا. أنا لا أعتقد إسرائيل حتى الآن لم تحقق أي نصر، بالرغم من الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أسلحة الدمار الشامل اللي استخدموها، فبالتالي
نتنياهو لم يحقق نصرة على الأرض، لا كان لا في لبنان ولا في غزة، ودمر وقتل وشرد صحيح، ولكن هذا ليس انتصار. أهداف الحرب التي وضعها لم يحقق أي هدف من أهدافها، لم ينهي حزب الله. الأهداف المعلنة سيادة اللواء. المعلنة صحيح، يعني الأهداف المعلنة هو بده يهجر الناس لم يستطيع تهجيرهم. اثنين، قال يريد تدمير البنية العسكرية لحركة حماس وحزب الله، لم ينهيها، بدليل أنه هذه أحزاب عقائدية موجودة على شكل مجموعات، فبالتالي يعني دائما المقاومة موجودة في كان في جنوب لبنان أو في غزة، فبالتالي هو لم يستطع تحقيق أي شيء من هذه الأهداف، لأنه بالنهاية الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني هو الشعب المعتدى عليه، وليس هو الذي اعتدى على إسرائيل. إسرائيل دولة معتدية، دولة تمارس كافة الإرهاب كان بشكل علني أو بشكل بعمليات القتل وعمليات التدمير والتشييد والتجويع، هذه كلها الإبادة الجماعية الممارسه، هم بيعتقدوا انه هاي انه هذه الحاضنه الشعبيه سوف ترفض وترفض المقاومه الفلسطينيه كانت في لبنان او في فلسطين، ولكن بالعكس الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني صامدين مهما كان من قتل وتدمير، هذا لن يؤثر لا على معنويات الناس ولا على من، فبالتالي نحن شعب لانه هذه ارضنا وهذا وطننا، مهما عمل من قتل وتدمير لن يؤثر علينا نتنياهو، قد يؤثر تأثير يعني وقتي وفي فترة محدودة، ولكن بالنهاية احنا صامدين وهذه أرضنا، واحنا نقول دائما نرفع شعار على المحتل أن يرحل وليس الشعب الفلسطيني ألا. نعم.